عليكم اخي الفلاح وسهلا الفلاحة، اهلا وسهلا مرحبا بكم اخواني واخواتي. نهار كبير هذا اليوم، حنايا في العام الجديد 2022. اليوم غادي نبداو باول فيديو اللي غبرت على الاصدقاء باش غادي نصور لكم كيفاش نقدروا نخدموا. اخواني اخواتي، خوكم بالعمارة ما غينساكمش، وستوما ما تنساونيش بالدعم ديالكم وبالتشجيع. اليوم غادي نبداو في 22، كنتمنى ان شاء الله تدخل علينا بالصحه والعافيه وتطلع علينا بالتيسير وتبعد علينا هاد الغمه وهاد المشاكل كاملين للجميع. اخواني اليوم غادي نبداو العمل ديالنا، غيكون على شجره الافوكادو. اول حاجه اللي محيد ليها الثمار او اللي ما فيهاش الغله غادي نجيو ليها وغنبداو نخدموا فيها. كتطلب لينا جوج ديال الحوايج يكونوا عندنا، يكون عندنا المقص الصغير ويكون عندنا المقص الكبير. المقص الصغير كنحتاجوه في العواد الصغارين اللي كيكونوا لتحت او لما كنبغيو نفتحوا الشجره، والمقص الكبير اللي غادي نخدموا به الشجره الا كان العود ديالها كبير وطالع الفوق عالي علينا باش نضربوه من الفوق. اذا اخواني تابعوا الفيديو كيفاش غادي نبداو نقطعوا الاشجار، كيفاش غادي نفتحوها، كيفاش غادي نعطيوها منين تدخل ليها الشمس. لان بعض الاخوان كيسولوني واش نمقصوا ولا ما نمقصوش. هذا هو الموسم ديال التمقاص. الموسم ديال التمقاص راه كيبدا من شهر 11، ولكن دابا هذا هو الاخر ديالكم ديال التمقاص. اللي مازال ما مقصوش ما يفوتوش شهر واحد، شهر واحد كامل ديال التمقاص. اذا شهر جوج كتبدا تخرج النواره او الازهار، وكتبدا تخرج البراعم الجديدين. اذا غتكرفصوا عليها، من الاحسن او من الافضل تبداو في هذا الشهر هذا ديال واحد. الناس اللي باقا ما مقصوش يحيدوا الغله ديالهم يمقصوا، واللي عنده مازال فيها الغله يحاول يضرب العواد اللي هما طالعين الفوق يحبسهم قبل ما يحيد الغله. واخا يكون فيهم الحبوب او لا فيهم الثمار، هذوك الثمار يحسبهم بانك كصدقه جاريه لبعض الاصدقاء وبعض الاخوان. اذا تابعوا معايا كيفاش غادي نخدموا الشجره مثلا هذه، كيفاش غنديروها بلا ما تخافوا بلا والو. الشجره كل ما مقصتيها كل ما غادا تشيري وكل ما غادا تزيد الامام. اذا ملي كنقطعوا ليها العود الكبير كتولي تعطينا العواد او البراعم الجدادين كيخرجوا. هنا الشجره مثلا هذه في هذه الفورمه ديالها باين شنو غنحيدوا. كنمشيو للعود الكبير اللي الفوق، كنمشيو للعواد اللي عندنا لتحت، ولا بان لينا شي واحد ماشي هو هذاك كنقادوها، يعني كنحلقوا عليها اولا كنحسنوها بواحد الطريقه جميله بزاف وغادي تعجبكم. يلا تابعوا معايا الفيديو كيفاش غادي نديروا لهاد الشجره هذه، ومن بعد غنكمل لكم على الفيديو. مرحبا بكم. اول حاجه كنجيو لهاد الشجره مثلا كيبان لينا العود كبير، مثلا خفنا منها ما عندنا كي نديروا ليها. غنجيو للعود الكبير غنحيدوه بلا ما نخافوا على الاخرين. والناس اللي كيلقموا صحاب التلقام هنا في كي ياخذوا هاد التلقيمه يخدموا بها، لان ملي غنضربوا حنا هاد العود الكبير الفوقاني فيه التلقيمات بزاف يقدروا ياخذوهم ويلقموا بهم. لان شحال من واحد كيقول لك شنو هي هاد التلقيمه. اخوان الاصدقاء والصديقات اللي كتسولوا على التلقيمه وشنو هي هاد التلقيمه وشنو هو هاد البرعم اللي كنلقموا به او شنو هو هذا التطعيم، التطعيم هو هذاك العود اللي غنحيدوه فيه بزاف ديال التلقيمات اللي غنقدروا ناخذوهم ونلقموا بهم. ولكن حنا ما ناخذوهمش، حنا دابا كنمقصوا كنخليو العواد ملوحين هنا حتى كيرشاو وكيوليو غبار بلا ما نلوحوهم على برا كنخليوهم داخل. ولكن اللي كيكون مهتم بالتلقام كيجي من اللور ديالنا وكياخذ التلقيمه كيقطعها ويديها بدون مشاكل وبدون بدون حسابات. مرحبا بكم، تابعوا معايا الفيديو. تابعوا معايا كيفاش غنديروا ليها. كنجيو لهادي مثلا هنايا كنخدموا هذا العود ديالنا هذا، هنا هو تحيد. كنجيو نحيدوا هذيك الكماله ديالو نحيدوها، وهاد البلاصه هذه ها هي، زيد قرب. هاد البلاصه هذه نحاولوا نصبغوها بالماستيك او لا واحد الصباغه ضروري هذاك العود باش ما يطيحناش عليه الماء ويغمل لينا ولا يسوس. هنا كنجيو لهاد البلايص لتحت كنشوفوا منين غادي نفرعوها، منين نحيدوا ليها هادو. كنجيو مثلا كنحيدوا هاد العود، ها هو غادي تحل الشجره لينا. هنا كنحلوها كنحيدوا لها هاد العواد اللي دايزين هنايا، اي عود عندنا دايز هنا هابط لتحت مزيان كنحيدوه. هذا هو العود اللي كنصبغوه، ومن بعد كنهبطوا هنايا لتحت ونوريكم الخدمه اللي ولات لتحت كي دايره. هنا فتحنا عليها، ها هو كيفاش بانت، ولات شجره عريانه. يمكن لينا دابا نخدموا هنايا لداخل نحيدوا هذا الربيع
ونخدموها ونجيبوا ليها الغبار ونغبروها. اذا الشجره هنا في غتبالكم في الفورمه ديالها تقادات. شوف هنا الفورمه كي دايره، وشوف الاشجار الاخرين اللي مازال الفورمه ديالهم ما مقاداش. وفاش غنساليهم بالتمقاس غادي تشوفوا الفكره وغتشوفوا الطريقه كيفاش ولات الشجره مخدومه بشكل جميل بزاف. وهنا غادي نوري الاخوان اللي كيبغيو البرعم او اللي كيبغيو التلقيمه. حنا كنقولوها التلقيمه، كاين اللي كيقول ليها الولد، كاين اللي كيقول ليها الفرخ، كاين اللي كيقول كل واحد كيفاش كيقول، ولكن البرعم اللي هي التلقيمه هي هذه. دابا هذا العود ديال الشجره اللي حيدنا هو هذا، انا كنوريه لكم الاخوان باش بلا ما يبقاو يقولوا حقاه قطعناها بزاف او لا. راه الشجره ديال الافوكادو كل ما نقصتي منها كل ما كتزيد هي تهيج، كتزيد تقوى، كتزيد تخرج البراعم. دابا الناس ديال صحاب التلقيمه شاهدوا معايا كيفاش غنديروا. دابا هذه هي التلقيمه، هنا كنقطعوا هذا، هو هذا التلقيمه، ها هي كنحيدوا هادو. دابا هنا كتولي عندنا تلقيمه، هذه تلقيمه ها واحد شحال بغينا، ها الاخر هادو كنقصوهم عير باش منين نلحقو راه نحيدوهم من هنا. هادو كنديرهم هكذا باش منين نبغيو نلقمو راه نحيدوهم من هنايا، يبقى بحال هكذا. هذه هي التلقيمه، هي هذه. هذا كناخذوه طويل لان ملي غنوصلو نلقمو به غنضربوه من هنا وغنقطعو هذيك اللعبه بالموس حيت ما عندناش الموس. بحال هكذا هذه الخدمه ديالو، يعني ها هو ولات التلقيمه. اذا دابا هذا ما نخدمش به هنا، غرميه لان مشى ضاع، لان حنا خصنا تكون طويله. هذه هي التلقيمه. دابا اخوان ديال التلقيمه اللي كيسولوا على التلقيمه او لا البرعم، شنو هو هذا البرعم وشنو هي التلقيمه ولا شنو هو هذا التطعيم، هذا هو التطعيم. هنا كيوليو عندنا كاينين بزاف، ها هما هادو دابا عندنا بزاف كيتسناو هنايا، كناخذهم بحال هكذايا ما نضيعوهمش، لان غناخذو هذا وغناخذو هذا وغيبقى لنا هذا. ها هما عندنا هنا، هنا راه كاين بزاف. المهم ها هي الشجره هذه غناخذ منها على الجد. ها هما شوف هنا شحال كاينين، ها شوف هنا شحال كاينين، يعني اللي بغى ياخذهم. اما دابا حنا ما عندنا ما نديرو بهم، حنا واخا نديو معاه يضيعوا لينا، يعني ما عندناش فين نخدمو بهم. هذه اللي يحتاجهم، اللي باغي اللي عنده باغي باغي يلقم الشجره ديالو هو اللي غيجي ياخذ هادو. شوف ها هما كاين الخير تبارك الله. شوف دابا هاد شجره الافوكادو كل ما قصتيها كل ما كتزيد تهبل، وعاد انت كتاخذ التطعيم ديالك. يعني دابا ها هو غناخذ انا هذا، ها هو غناخذ هذا، ها هو غادي ناخذ هذا كذلك، غناخذ هذا كذلك، غناخذ هذا كذلك. شوف شحال خديت، يعني بزاف. هذا مثلا هاد الغليظ، هاد الغليظ دابا عاد اللي وريته لكم، هاد الغليظ غيتحتاج في الشجره اللي هي غليظه. شوف كيفاش داير، هذا غيتحتاج في الشجره الغليظه، غليظ غنجيبو حيت هاد العواد كيمشيو على الحجم ديال لا 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 البورت غريف اللي عندنا، يعني هذاك العظم اللي مزروع وناض لينا ولا الشجره غناخذو كيمشي على حساب الفورمه. كاين العود اللي كيغلط بزاف وكاين العود اللي كيكون ضعيف، اللي ضعيف غنعطيوه ديالو واللي غليظ غنعطيوه ديالو، خصو يجي على قدها. اذا تابعوا معايا كيفاش غادي نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. تحياتي. البلاصه اللي دايزين كنمقصوا منها هذا هو التمقاس، هذه الشجره اللي مازال ما تمقصاتش، وهذيك تما الشجره تمقصات. هنا كيبان لك لا فورم ديالها كيفاش بانوا. شوف هنا لا فورم، هنا راه الدراري تبارك الله خدامين اللهم بارك. هنا راه كاينه الشجره اللي مازال فيها الحبوب، هاد الحبوب كامل كيتسمى هذا غير باروك كيبقى للناس. هادي هي الخدمه، هنا بقى فيها الحبوب باقي فيها كلش. هنا كيبان لك الشجره ها هي كيفاش تخدمات. وهنا ها هي تعرات من هنا، هنا كنضربوا هذا الفوقاني، ها هو تحيد. هذا هو اللي كناخذوه كنديروا بانك كتلقيمه تاخذ منه التلقيمه. هنا الشجره هي تفتحات، هنا الحبوب تبارك الله هو باقي هنا بزيد اللهم بارك. عند كاين الشجره اللي باقي فيها كاع، هذه بالنسبه للفورتي. هذاك العود المحروق كامل حيدو، هذا العود المحروق هذا حيدو، ايوا زيد حيد الاخر صافي، سير في حالك الاخرين.
هنا الاخوه اللي كيتابعونا يلاحظوا كيفاش كنخدموا التمقاس، كيفاش كنصاوبوا الشجره. بحال مثلا هذه ما مصاوباش، هذه ما مصاوباش، وغتلاحظوا كيفاش غتولي. شوف الشجرات هنا كيتصايبوا، شوف كيبان لك الارض خاويه والفوق ما طالعش، يعني هنا كتبان لك الشجره كيفاش تقادات. شوف لتحت، يلا غنزيدك لهذا القنت هذا. شوف مازال لتحت عامره والفوق عامره، اذا هنا كيبان لك لا فورم ديال الخدمه ديال التمقاس شنو الدور ديالها. شاهدوا معايا هذه كيفاش غتولي، ها هي من الفوق عاليه، مشاهدك تحيد، وغنشوفوا لتحت راه هي مازال ما عطيناش الضو، وغيبان لكم كيفاش غادي تخدم. العواد اللي هابطين اللي ما عندنا ما نديروا بهم غيتحيدوا. وهنا لا فورم ديالها راها كتبان، ها هي بدات تعرى. الناس اللي باغيين يتعلموا يمقصوا، هنا هو كيبان لك العواد اللي تحيدوا كبارين. وهنا الشجرات فتحات، ها هو ولا عندها الضو ديالها. وهادو هما الشجرات اللي كيبان لك طوالين عندهم العلو بزاف، كلهم هادو كيتضرب ليهم للفوق وللتحت. شوف لتحت كيفاش مغطيه كاع، ما عندها حتى فورما، هنا فورما والو. دابا الشجرات عندهم المده ديال 3 سنين، 3 سنين شوف كي ولاو مع عمرهم ما تمقصوا، يعني دابا يلا لا فورم غتصايب. دابا غنبداو نصايبوا لهم لا فورم غيوليو مزيانين. دابا غادي يطلع لهم يعني واحد الدوره دائريه غتولي عندهم مزيانه. هنا كننصح الاخوان اللي عندهم الارض ديالهم وعندهم اشجار قليله بغى يتعلم يخدم راسو، ها حنا درنا لكم هذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش تقدر تخدم الشجره راسك. ولكن الا عندك بزاف يمكن لك تجيب المعلميه لي سبيسياليست اللي كيعرفوا في هذا الشيء، ولا تواصل مع الناس اللي معروفين كيعرفوا يخدموا هذه الخدمه هذه. بالنسبه اللي قادر يدير يخدم راسو يقدر يخدم راسو، ما كاينش مشكل، يقدر يخدم راسو، ولكن خصو يكون عارف شنو اين عود يقطع، ماشي عيتواصل معايا في التليفون يبقى يقول لي وريني اين اللي عندير. انا عطيتك فيديو كيفاش، وانت التمقاس راه كيبقى هذاك حل ديالك بحال كتحسن لشي وليد، يعني باغي دير له التحسينه اللي باغي انت اللي تعجبك. اذا الشجره هنا كتاخذ الاختيار وكدير الطريقه اللي باغي انت تحكم بها الشجره، واش باغي تخليها تطلع الفوق، واش باغيها تبقى عيل لتحت، واش باغيها تكون غدا دائريه طالعه زوينه مجموعه كيما بغيت. يلا تحياتي، حنا باقيين خدامين. هنا تبارك الله على الدراري راه خدامين كيفاش كيصاوبوا الشجره، تبارك الله عليهم. عطيناهم الفكره، عطيناهم البدايه كيفاش غادي يبداو. دابا راه الامور غادا مزيانه، غير كاينه واحد المراقبه ديالي انا ان شاء الله وصافي. هادشي اللي كاينه. رضوان تبارك الله راه خدام، سي قاسم، سي كمال. دابا غنبداو في العمليه ديال الصباغه اولا الماستيك. حنا كنقولوا الصباغه، غنصبغوا الشجره يعني العواد اللي تضربوا كبارين ضروري غنديروا ليهم الماستيك. هنا الطريقه الاولى اللي غنبداو بها هي غادي نفزقوا الشيته ديالنا، من الاحسن تكون صغيره، حنا ما لقينا الصغيره جنة كبيره، ونجيو نفزقوا هذه البلاصه هذه نصبغوها بحال هذا الشكل، بحال هكذا نضربوا هذا هذا، ونجيو لهذا مثلا كبير. راه الا عمرنا الشيشه راه تضرب لينا بزاف ديال البلايص. هنا تبعوا معايا كيفاش، هنا اي بلاصه عندنا محسكه غنجيو هنا. تابعوا معايا شوف، قرب ليهم، ها هي كيف دايره، ها هي خاويه. غنجيو غنديروها بحال هكذا، هنا ها هي تصبغات. هنا غنتهناو من المشكله ديال البرد ولا ديال الشتاء، يعني صافي صبغناها. هنا كذلك البلايص اللي عندنا باينين مقطعين كنصبغوهم، هاد البلاصه هادي كنجيو لهاد العود، كنجيو لهذا كذلك. هو هادي من البيت ديال التمقاس، ملي كنمقصو كنجيو كندورو عليها نصبغوها كامله البلايص اللي هما مقطعين. هنا كيبان لكم العمليه كيفاش تصبغات. هنا ها هي كنمشيو كندورو عليها، ملي كنجيو حنا كنجيبو معنا مثلا واحد زيت خاص بهذا الشيء ديال الصباغه، يصبغ العواد اللي مقصنا كاملين. اي عود مقصنا خصو يصبغ، لان حنا في هذا الوقت هذا الحال بارد وما خصناش نخليوها
مثلا يضرها البرد او لا طع عليها الشتاء ويصدق العود يسوس لينا ولا تقع فيه شي حاجه. هنا هذه الخدمه ديالنا، هنا ما كيبقى والو. الان انا نوريكم الخدمه كي دايره. هذه الخدمه الناس اللي ما عارفينهاش، واللي عارفين راه عارفينها، المهم الناس اللي ما عارفينش. هنا غادي نعطي الصديق ديالي يكمل العمل ديالو، انا غير وريتكم الطريقه ووريت الصديق كيفاش غيدير يخدم، راه عارف، ولكن انا بغيت نوري الاصدقاء والحباب اللي كيتابعوني. تابعوا اخوكم بالعماره دائما في الجديد، ودائما غادي يساعدكم ويعاونكم وقريب لكم، لان كيف كيقولوا بعض الاخوان والاصدقاء ديالي كيقول لك اودي كتدخل القلب. حنا بغينا ان شاء الله، انا بغيت ان شاء الله دائما ندخل في قلبكم ونسكن لكم في القلوب ديالكم. مرحبا بكم عند بن عماره في اي معلومه وفي اي نصائح مهمه غادي نعطيها لكم. هنا كيبان لكم كيفاش كنخدموها، يعني جميع الاماكن ديالها غادي دار لهم الماستيك. اي عود قطعناه غنديروا ليه الماستيك ديالو. هنا ها هو كيبان لكم كيفاش. وهنا كتبان لكم الفورمه ديال الاشجار، شوف سبحان الله الاشجار لا فورم كيفاش ولات، لا فورم واعره، هذاك الشيء ولا باين مخدوم زوين. وهذا هو الحباب اللي باغين يديروا التمقاص لا 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 الاشجار ديالهم او لا الزبير، كل واحد كيفاش كيسميه. المهم يخفوا من الشجره ديالهم، ما يخلوهاش طالعه لفوق وما يخليوهاش هابطه لتحت. هنا شاهدوا معايا، حكموا راسكم كيفاش ولاو الاشجار دايرين. حنا تقريبا نقول انتهينا، فتنا النص، اكثر من النص اللي خدمنا. وغادي ان شاء الله فاش ننتهي مره نسالي غادي نوريكم شي صوره شامله على هاد الاشجار اللي درنا. تقريبا هنا راه كاين الخير تبارك الله، بلا ما نعد لكم، هنا راه تحكموا على راسكم شحال كاين، راه كاين الخير تبارك الله، اللهم بارك. المهم بقاو في الجديد، شاهدوا معنا كيفاش ولات الجرده، كيفاش هذاك الشيء تجمع. شوف كيبان لك هذيك مازال ما تخدمات، راهي عاليه، ولكن هنا شاهد معايا، شوف شوف كل شيء مقادد، شوف سبحان الله. اي حاجه كتبغي النظافه ولا كتبغي يعني تحلق عليها كما كانت خصك تحلق عليها. شوف شوف من تحت وشوف الفوق، كل شيء كيبان لك مقادد. يلا تعلموا، واللي ما تعلم يتعلم، واللي معلم يعلم خوه. هنا دابا راه تقريبا كملنا، ها هو كيبان لكم الفرق. شوف الشجره كيفاش تقادات، شوف شوف شوف، شاهد معايا، شوف من تحت، شوف من الفوق، يعني هذا الشيء كامل اللي كيبان لك عالي تحيد ما بقى والو. وهنا غادي نجيبك البلايص اللي هما مازالين، غايبان لك الفرق. شوف هذه طالعه الفوق غاديه تتابع السماء ولا ما نعرف فيها غادي كتجري لتحت، راهي هابطه. وهنا كيبان لك البلايص اللي مازالين. اذا دابا حنا قربنا نساليو، انا كنوريكم عين البلايص اللي باقين والبلايص اللي هما تحيدوا. شوف هنا كيعجبك الحال كيفاش رجعت، شوف كيفاش رجعت ما شاء الله. هنا هو واحد العود كبير خلاوه غنحيدوه باش نجمعوا الشجره. هنا شاهد معايا كيفاش غنبداو نحيدوا هذا العود. هذا هو كبير خصو المنشار، ولكن حنا ما جبناش المنشار لان المنشار كيخلي الديفو، من الاحسن كنخدموا بهذا المقص اللي هو كبير. ضربوا عاود ضربوا عاود حتى تحيد على خاطرها، تبعها بشويه على كاردوان. هنا هنا كتبان لك الفورمه، انا الفورمه ما عجبتنيش فغينا نحيدوها هو بالغله ديالو. وريهم الغله، ها هو كيبان لك يعني بالثمار ديالو، شوف الثمار، هذا هو الثمار. دابا هاد الثمار غنحيدوه مع نتبعوهم كامل غيتحيدوه باش نخليهم للحباب اللي كيتبرع عليهم السي فيصل، لان هذه العام الاول كامل تبرع عليها بصحابو تبارك الله عليه، تحياتي وراه الخير بزاف تبارك الله، شي طونو زياده اللي كامل تبرع به. سير رضوان حط لينا هذاك العود وخا نوريو الشجره كيفاش ولات، وسير لحداها تما شوف لي واش باقي شي عود طالع ولا هابط. هنا كيبان لك الشجره تقادات، تحياتي ما شاء الله. سير رضوان النهار الاول كيفاش كانوا الشجرات؟ كانوا مهولين. ودابا كيفاش بانوا ليك؟ منورين دابا. دابا كيبان لك الفرق، كيبان لك الشجره راه جلسات نيشان وقفات واعره. تحياتي. كلهم قاد تبارك الله. واشي تحيه السي رضوان. وتنشكر السي بالعماره. بارك الله فيك، الله يكثر خيرك، الله يكمل بخير، الله يعاونكم.
شو العود قداش تحيد ماشي مشكل ما يهمكش، ولكن اللي كيهم هو الشجره تصايب غتولي بحال هذا الشكل هذا. شوف ما شاء الله هادشي ولا زوين، اللهم بارك اللهم بارك، ما بقناش بزاف خير تبارك الله العظيم. الشجرات وقفوا تقادوا كل شيء تقادد. دابا هذا كيتسمى ديفو، هذا اللي قيس الارض كتولي بيضاء، يعني هذه ديفو، هذه الشجره ما خصهاش تكون قيس الارض وما خصهاش تكون طالعه بزاف الفوق باش نتفاداو الحبوب اللي قيس الارض. اذا ها الشجره كتبان لكم جمعات راه هي فين غاديه، ها هي شوف كي ولات. اذا الاخوان راه غيفهموا العمل اللي كنديرو، عمل جبار، عمل زين في المستوى ونصائح قيمه. كنتمناو تدعوا معنا وتواصلوا معنا وتعاونونا باش نمشيو القدام الى الامام ان شاء الله، وتكون شي قناه ديال بالعمره هي الطب ان شاء الله. تحياتي، يلا بقوا على خير. اخي الفلاح اختي الفلاحه تبارك الله عليكم، تحياتي من القلب. الان انتهينا العمل ديالنا، نقينا الافوكات اللي مازال عندنا في الشجره، وحيدنا الحوايج اللي خصنا نحيدوهم، قطعنا الاشجار، سالينا الخدمه ديالنا تبارك الله، خدمه هائله. راه كيبان لكم اللور ديالي كيفاش الاشجار دايرين، واحد التحسينه هائله، وغادي يكون الانتاج احسن العام الماجي ان شاء الله، وغاديه تخرج البراعم جدادين وغتخدم مزيان. وحبسنا ليها حتى هذيك الخدمه اللي غادا الفوق كتسرق الماكله ولا كتسرق شي حاجه، الخدمه ديالها غتكون مقاده معدله مزيان. اذا بقى لكم الاختيار نتوما، بقى لكم هذا هو الشهر ديال شهر واحد اللي يمكن لكم تنقصوا الاشجار ديالكم. اذا حنا اليوم جوج في شهر واحد، بدينا في العمل ديالنا في 2022. اذا تبارك الله عليكم، تحياتي من القلب، تابعوا اخوكم العماره، عاونونا باللايك وبالبارطاج، وحنا معكم دائما في الجديد. بقاو ليا في الفيديو اللي تابع هذا غيكونوا حوايج اخرين. دابا حنا بدينا في القضيه ديال التمقاس مع الاصدقاء اللي كنجيب كيخدموا معايا، خدمه هائله، خدمه زوينه، وهلي حشمنا مع الحباب والاصدقاء. اخوكم بالعماره دائما في الجديد، تابعوا الفيديوهات من الاول حتى الاخر، وعاونوا اخوكم بالبارطاج واللايكيس. بارك الله عليكم، تحياتي.